نعيش لحظة يعيشها كل فنان كل ممارس لفن حدوس. اليوم غادي نعيشوا حفل تكريم لبعض قدماء فن حدوس واللي عطاو في الحقيقة لهذا التراث ديالنا. الأمر كيتعلق بالسادة غنو حدو النفيدة عبد الله غندور محمد المامون عبد الله فليتفضلوا. مشكور. السلام عليكم. بالنسبة للجائزة التقديرية للفنان ديالنا واللي كنفتخروا به جميع اللي هو السيد غنو حدو، فالجائزة التقديرية غادي يسلمها ممثل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية السيد رشيد خلفي فليتفضل. مشكور. شكرا السيد ممثل معهد الملك. بالنسبه للجائزه التقديريه ديال نفيده عبد الله فغادي يسلمها له السيد رئيس جهه تازا الحسيمه تونان. الامر يتعلق بالسيد عزيز كسكس. بالنسبة للجائزة التقديرية ديال السيد غندور محمد فغادي نسلمها له السيد رئيس جمعية إعري من النيتوارين السيد نور الدين أحلفي فليتفضل. مشكورا. أنمية. عبد الله فسيتسلمها نيابة عن الأخ أخصاص إدريس ويسلمها السيد النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية فليتفضل. مشكورا. الكرام لابد ما غنسمعوا الكلمة ديالهم في حق هذا العرس الثقافي هذا ونبغيو السيد غنو. السلام عليكم. I'm not going to be able to do it.
ويديك سميوسي ربي يما يبغي ربي يما يبغي ترى كل شي عداك ولا لي انا اللي سنوزي ومنو فرحات وربع دايهن الخاترينو فرحات وربع دايهن الخاترينو وابنسي متكون في غير مورتينو وابنسي متكون في غير مورتينو يا دان حلو رسولا ومني زمان الزمعية يعلم نتا حضار المعركة الجسمية حضرات الزمعيات منكم بها حضرات الزمعيات منكم بها وفادوا ياكل بعدور حدي من ولا وفادوا ياكل بعدور حدي من ولا والنور يحضر معاه وتشقى اخويا والنور يحضر معاه وتشقى اخويا المين اجل في قليتها تنجاه السلطة تدخل عمادي السلطة تدخل عمادي وياك يا فربي يا سد الرمان وياك يا فربي يا سد الرمان ويا من إخسان ويكفع الزرم ويا من إخسان ويكفع الزرم ويا من إخسان ويكفع الزرم أبريد ونقويت نجلديك مرا أما وتوميت تاديا أما وتوميت تاديا إيران ورسق بين شجع العدا من اللي سغد من حد اللي خيل عيون وراه والمهد ليلة غير من عين وداولي نغترى بمسس نكسر تساعد الديارة تطغير سلكور ودي خاضن سمكفتش دمان الولن سمحان تبوران سمكفير مثل جلال وخان تديرو منيرين في القلبيان ويا سمياك شغاف ودور تدريك خويان دي نسان بعدا يسبيان ويان دي نحضرنا ويتنا ويوم يدسون كل شيء دي كمطلان العام في قيمة ترون دغريب وحدث النبيين في عمال نتجتو أرام سكر دي الخلق في شمال الناس ينهروا من سرد التاريخ أنا غير تبقي من تواكم في الغبار يلا والنور مثل سنت غير لحوش ويهدني من عام من شخص نتشار أخيم نعيش نزيل جو شيء مهدار عمار والتواني صخت الدموش ويا دي لحمد ربي الوقت عدل وتوشي غير ومن كلات الصلاة ويا نفات نعيش من غير بيت مرة لا تعات وطيح لاس نهر وطولو وما تغني وصلي تشتيش الحفاق او
وهم بسوري الزيت ولا قدر بيد ما يشفيه على تسيلي في عون خليني سوني تشتني اتحرق وقوم بأرسي ما بدي تاريخ 75 المسيرة في الحدود وتدوخ كلهم على اسم الغريب الطاق من خفتورك وشيدوان ويدي نغد النور قديل ونوق تنبيرك يا الدوق